اهلا بيكم. اللقطه بتاعه المفاجاه ان انا اشوف سنان مش حلوه تمحي كل الجمال حتى لو كان موجود جمال. الاسنان شيء غريب جدا في وش الانسان. القادره الوحيده التي تستطيع ان تذهب اي ملامح جمال اخرى. في ناس من غير شعر ويبدو في منتهى الوسامة. في بنات شعرها قصير ومش حلو وخشن بس جمال جدا وتحب تبص لهم ولا مقصر فيك ان هم شعرهم شبه شعر الرجالة. حتى في ناس بتقص شعرها لدرجة انه بقى زي شعري كده مش بالظبط يعني. بس عادي انت مبسوط وانت شايف. في راجل ممكن تلاقيه مثلا بدقن، واحد تاني من غير دقن، واحد اسمر واحد ابيض، بنت سمراء جميله، بنت بيضة قوي جميله او متوسطه البياض قمحويه، كل الجمال في كل حاجه في كل حاجه الا السنان. لو وحشه تبوظ لك الشكل كله. الجوازه باظت بسبب السنان. دي خطوبة راح انبهر والموسيقى وبتاع وفجأة الموسيقى انقلبت لمرشات حزانية حزن بسبب السنان. فالسنان هي الاهتمام الأكبر، هي اللي لازم نتوجه ليها على طول، هي أهم خطوة في عناية بشكلنا قبل أي حاجة تاني. بشوف ناس عندها سنان بايظه تماما ورايحه تعمل فيلر وبوتوكس، مع احترامي الشديد جدا عشان الناس اصدقائي في التجميل ما يزعلوش، ومش هيزعلوا لان هم نفسهم من اساس التجميل اول ما حد يجي لهم عايز يحقن فيلر وبوتوكس اول حاجه بيطمنوا على اسنانه ويشوف سنانه مش موجوده. لا، روح ظبط سنانك الاول هتلاقي وشك ملا، وساعتها نقيس صح نشتغل صح. لكن في ناس بتبقى ماشيه من غير سنان موجوده، سنتين ثلاثة رايحين من الشمال وسنتين ثلاثة رايحين من اليمين، وبيبتسم ابتسامة يا دوبك عشان ما يبينش اللي مفقود، ويقول لك لا لا اصل الزراعة بتطول ومش عارف ايه. تعالوا نفهم النهارده ليه السنان تاخد هذا الشكل الهام جدا في الشكل الجمالي لاي انسان. النهارده حوار مهم جدا جدا مع واحد من نجوم هذا المجال، الحقيقة بيسعدني جدا باسلوبه الراقي وبشرحه التفصيلي وبالنقط اللي انا ببقى فعلا قاعد مستمتع جدا بان انا اسمع منه كل التفاصيل العلميه والانسانيه وتفاصيل الكواليس بتاعه القصه. ليه ده بيتم وليه ده بيتم؟ حديث مختلف تماما تسمعوه النهارده مع واحد من نجوم عالم الاسنان، ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم مدحت، استشاري تجميل وزراعه الاسنان، الاسم المتميز لغاية. اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. التوأم الهام جدا جدا في عالم طب الأسنان للزراعة أكيد هو التجميل. أكيد مليون في المية. هو التجميل نجم الشباك، التجميل جزء البريق، جزء بقى بتاع الحوار اللي هو إيه، في ابتسامة، ده رقم واحد. أكيد. رقم اتنين في طلبات من المريض، يعني يمكن في الزراعة ما فيش طلبات. صح. يعني هو بيتكلم أنا عايز أزرع. صح. وأنا بتاعك، المريض يقول لك أنا معاك في أي حاجة. تمام. يجي بقى اول ما نتكلم في هوليود سمايل والتجميل يقول لك لا استنى بقى، اقعد بقى معايا كده ووريني بقى كده نفصص سنه وهنعمل ايه. لذلك اول سؤال عايز اساله لك في التجميل، ايه الطفره اللي حصلت في التجميل؟ ليه التجميل دلوقتي بقى نجم الشباك الاول فعلا؟ هو قصه التجميل زي ما قلت لحضرتك او في طب الاسنان عموما، ده حصل عندنا طفرة تكنولوجية كبيرة جدا 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 بأجهزة كتيرة جدا جدا وسريعة. يعني في خلال العشر 15 سنة اللي فاتوا دول دخل كام جهاز غيروا طب الأسنان بالمرة. اتكلمنا عن الأشعة المقطعية وأهميتها، من ضمن الأجهزة التانية أو السوفت ويرز التانية الدي اس دي، ده سوفت وير معين اللي هو التصميم الرقمي للابتسامة، اللي زي ما قلنا بناخد صور معينة وندخلها على السوفت وير دوت ونقدر نطلع بيها ديزاين معين. طب بعد ما عملنا الديزاين ده عندنا السيرك، الجهاز العبقري اللي هو كات كام بقى والسيرك، الكات كام والسيرك والحاجات دي. الديزاين اللي حضرتك عملته ده بالدي اس دي بتدي اوردر لمالينج ماشين، مخرطه كده معينه بتطلع لك الديزاين ده لواقع الاسنان، بتقدر تستخدمها
او تركبها في بق المريض على طول. تاني حاجه الليزر. الليزر ده جهاز جبار. الليزر ده بنستخدمه نروح بس كتير. للليزر السيرك تمام. سؤالي قبل ما نروح للليزر تمام. لان الليزر انا بحبه لكن تمام. السيرك هنقف عنده انا بحبه برضه تمام. لكن هو السيرك او الكات كام يسوق الليله يعني من خلاص بقى يبقى هو ده الدكتور؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها قدام الجهاز كده لا طبعا. طب هرجع لنقطه صغيره قصه الهوليدي سمايل. مشكلتنا مع الهوليدي سمايل ان الناس واخده ان الهوليدي سمايل دي علامه تجاريه او منتج بيتباع. الهوليدي سمايل دي هو بكل بساطه ليه سميناها هوليدي سمايل؟ الناس بتوع هوليدي الفنانين والممثلين والكلام ده دول دايما معرضين للكاميرات وللاضواء فبالتالي لازم يبقى عندهم ضحكه مثاليه. سميناها هوليدي سمايل عشان كده. الهوليدي سمايل دي حاجه او الضحكه المثاليه اللي بنوصل لها باكتر من طريقه. اللي بيساعدنا في الاكتر من طريقه دول زي ما قلت لحضرتك التصميم الرقمي للابتسامه وجهاز السيرك. بيساعدونا ازاي؟ بكل بساطه الحاله بتيجي بنبدا نشخصها نشوف الحاله ديت هل الهوليدي سمايل دي هنوصل لها بتركيبات زي ما حضرتك شايف كده هو ده جهاز السيرك او ده السوفت وير اللي بنتكلم عليه او ده الدي اس دي التصميم الرقمي. انك بعد ما بتصور الحاله نفسها او بتعمل التحضير للاسنان معينه بتبدا تصمم شكل السنه نفسها على التحضير اللي حضرتك عملته. ده بيخليك تشوف قبل ما تعمل السنه دي او قبل ما تنفذها على الواقع هيبقى شكلها عامل ازاي وبالتالي بنوصل للنتائج اللي احنا شايفينها دي كلها. هوليدي سمايل مش المريض هو اللي بيحددها سواء مش بيجي يقول لك انا هعمل فينير انا هعمل تركيبات انا هعمل مش عارف ايه. هوليدي سمايل دي هي حاله بنوصل لها ممكن تبقى بتنظيف للاسنان لو الاسنان عندنا حالتها كويسه ومرصوصه ولونها كويس. ممكن الاسنان عندنا تبقى مرصوصه وشكلها حلو بس محتاجه شويه تبييض ودي حاجه مش مكلفه خالص وبتاخد وقت صغير خالص. ممكن تبقى الاسنان لونها كويسه بس مش مرصوصه اقول له لا انت محتاج تعمل تقويم كده على جنب مش محتاجين ولا برد ولا محتاجين مقاسات ولا محتاجين اي حاجه من الكلام ده كله. زي حاله زي ديت احنا عندنا الاسنان بتاعتنا الحاله دي ناقصها كمان صوره. الحاله دي كان عندها ضحكه لثويه ان اللثه بتاعتها عندها حصل لها اوفر جروث ان هي نمت زياده عن اللزوم ومغطيه تقريبا كانت نص الاسنان. اتعرضت الاول لجلسه ليزر رسمنا لها اللثه بتاعتها عشان نوصل للمنظر ده. طبعا عندنا الاسنان اللي ورا هنا هوت في الجزء الشمال ده راجع لورا والاسنان اللي تحت هي اللي سابقه لقدام. طبعا دي مش العضه المظبوطه بتاعتنا خالص. بدانا ان احنا نشتغل على اللثه في الاول ونرسمها بعد ما وصلنا للرسمه ديت هل الحاله دي ينفع لها فينيرز؟ اكيد مش هينفع لها فينيرز. احنا عندنا سنه طالعه لقدام قوي وسنه راجعه لورا هتعمل ايه قشره سمكها نص ملي في حاله زي كده؟ اضطرينا ان احنا نلجا لحل تاني اللي هو التركيبات والفينيرز او الكراونز اللي بيعملها السيرك الجهاز اللي احنا بنتكلم عنه العجيب السحري ده. بناخد صورة زي كده وبندي تخيل من عندنا او الجهاز بيدينا تخيل هي التحضيرات المفروض تبقى شكلها عامل ازاي او المفروض ان احنا نبقى عاملين ازاي عشان نوصل لشكل عامل ايه في التحضيرات بتاعتنا بطريقة معينة. ودي زي عشان كده بقول لحضرتك السيرك عظيم وكل حاجة بس لا يغني ابدا 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 عن كفاءة الدكتور او عن شطارته او عن خبرته. اللمسة البشرية اكيد مستحيل لان انا بعتبر ان التطور التكنولوجي ده او الاجهزة دي كلها عاملة زي عربية السباق. عربية سريعة جدا وقوية جدا تقدر تجري بيها بس لو ما سيطرتش عليها ومسكتها كويس هتكون النتيجة أكيد كارثية. دي نتيجة التجميل أو الهوليدي سمايل بتاعتها. روعة. تركيبات وعلاج لثة مجموعة تخصصات اجتمعت مع بعض وطبعا بفضل جهاز السيرك هو اللي عمل الأسنان دي بعد ما عملنا الديزاين بتاعها زي ما شفنا في الفيديو اللي قبل ده وصلتنا للنتيجة دي. كنت هتتكلم على الليزر ودخل الليزر في حوارنا واحنا بنتكلم على التجميل. وانا شفت وانت بدايه كلامك على الليزر دوره في عالم التجميل بدات اول ما نطعت الليزر ابتسمت كده ابتسامه واسعه. جهاز رهيب. جهاز رهيب جدا جدا الليزر. جدا حللنا مجموعه مشاكل في طب الاسنان ابرزهم مثلا الضحكه اللثويه. الليزر هو جهاز بيشتغل على السوفت تيشو على الانسجه الرخويه اللي موجوده جوه زي اللثه والكلام ده. بقدر استخدمه في ايه؟ في بعض حالات عندنا مثلا بتيجي الضحكه اللثويه. الضحكه اللثويه دي اللي هي لما حد بيضحك بيبان جزء من سنانه. الجزء ده ممكن يبقى صغير ممكن يبقى متوسط ممكن يبقى كبير. الليزر في حاله الضحكه اللثويه البسيطه او المتوسطه بس كفيل بده. طب الاستعاضه عنها قبل كده او الليزر ده بدلنا بيه ايه او بدلناه بايه؟ بكل بساطه احنا بدلنا جهاز الليزر ده بحاجه زمان زي مثلا ما احنا شايفين في الفيديو ده. دي عندنا اللثه بتاعتنا هي حاصل لها اوفر جروث يعني هي بزياده شويه فمغطيه جزء من الاسنان.
الجزء ده بكل بساطه احنا هنقدر بعد ما نقصه هنحافظ على العلاقه بتاعه اللثه والعظم اللي حكينا عليها اللي هي الاربعه وخمسه ملي اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت. بالظبط اللي اتكلمنا عنها. فبنقدر ان احنا نعملها حاله زي ديت، دي ضحكه لثويه بس بنقول عليها متوسطه، ان هي لما الحاله بتضحك بيبان جزء من اللثه مع الاسنان. حاله زي دي تعاملنا معاها ازاي زمان؟ كان حلها ايه؟ كان زمان حلها جراحه لثه، جراحه كبيره جدا، ان احنا بنقص اللثه دي بمشرط وحاجات من دي وخياطه، وبنفضل عليها ست شهور لحد ما الدنيا تظبط وتبقى تمام. دلوقتي احنا في جلسه واحده ببنج خفيف خالص، او في حالات من غير بنج اصلا خالص، بنشتغل حاله زي دي وبنقدر نرسم اللثه بتاعتنا، وكمان برضو داخل معانا السرك لانه بيقدر نعمل بي ديزاين. دي النتيجه بتاعتها بعد ما قصينا اللثه، ما عملناش اي تجميل ولا عملنا فينيرز ولا عملنا اي حاجه، هو بس الجزء التجميلي اللي كانت محتاجه او الشق التجميلي اللي كانت محتاجاه هنا كان ان احنا نرسم اللثه او نقص اللثه بالليزر. استعضنا عن العمليه دي بالليزر جلسه مدتها نص ساعه، وصلنا بيها للنتيجه دي. طب بعد فخلال ربع ساعه خلاص شرفت يا فندم. المتابعه بتاعتها هي دكتور ايمن ده شويه مضمضات وحاجات كده بسيطه، وبتيجي بعد اسبوع بتشوف منظر تاني خالص 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 خالص. يعني دي بالنسبه لها هي كده عملت تجميل الحاله دي، بس هي اكشولي هي عملت ايه؟ عملت جلسه قص ليزر بس. وصلنا بيها للنتيجه دي. الليزر جهاز عظيم في عالم جدا 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 جدا، يعني له ادوار كتير هنتكلم عليها في التعامل مع امراض اللثه. ده بداوا يطوروا كمان منه دلوقتي يا دكتور ايمن، انه ما بقاش يتعامل مع السوفت تيشو بس، مع الانسجه الرخويه بس، لا كمان ممكن تتعامل بيه مع الاسنان ومع العظم في حاجات معينه، بس طبعا اجهزه معينه متطوره من الليزر اللي بتقدر تتعامل في الكلام ده. وانت بتتكلم على حاله قلت لي دي مش ينفعها فينير، دي لازم لها كراول، لانه لسه الحاله اللي هي كان فيها نوع من عيوب العضة باينة جدا، واحدة متقدمة والتانية متأخرة في نص السنان. في ناس عندها فكرة ايه؟ ان انا هعمل فينير هتعيش معايا مدى الحياة بقى وما ينفعش يحصل اي حاجة فيها. تمام. وفي ناس تانية بتروج لانه هتعمل فينير ده انت محتاجها، ده انت هتغيرها كتير، انت لو دخلت في حاجات الفينير انت كل كم شهر كده لازم تروح تجيب فينيره جديده. بصراحه ده كلام مش صح. وبص زي نفس فكره ايه الاثنين اصلا، الاثنين مش صح. لا ان فكره ان انا هحتاج اغيرها كل شويه دي ده مش كلام صح في المية خالص. لسبب صغير، احنا زي ما اتفقنا ان اي حاجه بتتعمل مظبوط ابتداء من التشخيص، رحت للدكتور شخص لك ان انت حاله تنفع تتعمل فينير، ده من الاول عملنا اشعتنا اتاكدنا من الحاله المرضيه بتاعه الحاله بتاعتنا، بدانا نعمل الاجراء بتاع الفينير بطريقه مظبوطه، استخدمنا فيه اجهزه الحديثه اللي اتكلمنا فيها، وطبعا بالاستعانه بدكتور متخصص في الحته دي. الفينيرز دلوقتي يمكن في دكاتره بتشتغلها بس فينيرز، يعني بس فينيرز بتشتغل الحته دي بس. ليه؟ لانها حته دقيقه جدا، يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنلعب في 5/10 من الملي، ولازم نطلع بيها للنتائج اللي حضرتك شفتها دي. بكل بساطة لو الحاجة اتعملت مظبوطة من أول التشخيص لحد التحضير بتاعنا، لحد التصوير بجهاز السيرك، لحد الديزاين المظبوط، لحد ما احنا بنسلم الفينيرز ديت وتأكدنا ان العضة بتاعتها مظبوطة، أكيد ما فيهاش مشاكل. حالة زي دي، دي حالة فينيرز باي ذا واي، يعني دي حالة بالمناسبة هي كانت جاية لنا أصلا، هي عاملة فينيرز أوريدي، السنان دي فينيرز أوريدي معمولة. بس بكل بساطة احنا بنتكلم عن الفينيرز الحديثة اللي هي سمكتها 5/10 ملي. دي واحدة هي راحت لدكتور أنا عايزة أعمل فينيرز، عملهم لها ولكن بكل بساطه كان عندها مشكله بسيطه قوي 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 قوي، وصلتنا للنتيجه دي. بالنسبه ليها ما كانتش مرضيه، هي بالنسبه لنا مش مرضيه خالص. طب ليه مش مرضيه؟ الاسنان اللي هو عمل عليها العدسات البسيطه خالص اللي هي سمكتها 5/10 ملي دي اكيد بتشف لون الاسنان اللي تحتها. في الحاله دي اللون اللزق اللي بنستخدمه، السمنت اللزق اللي بنلزق بيه الفينيرز او العدسات دي على الاسنان، بيفرق معانا جدا. احنا عملنا هنا السماكه الصغيره جدا مع اسنان تحت نسبة التصبغ فيها عالية قوي قوي قوي، فنتج عنه ايه؟ سنة فاتحة، سنة غامقة، سنة مسفرة شوية، سنة بني شوية، اجزاء في السنة بني قوي. بس ده حقيقي، بس اللي معمول ده فينيرز، وفينيرز سمكتها 5/10 ملي، بس نتيجتها كده لان في حتة صغيرة بس غفلناها واحنا بنلزق الفينير دي. اللزق نفسه حتى اللزق بيبقى ليه درجات من الالوان، في بعض الحالات اللي زي كده مثلا بنستخدم لزق اوبيك، لزق معتم تماما زي كده عشان يطفلنا اللون اللي تحت، ونبدا على اساسه نلزق الفينير دي من بره مغطيين درجه اللون الغامقه اللي تحتها، فناخد لون موحد مثلا. هي نفس الرسمه، او عدلنا شويه في العضه لان كان عندنا فروقات هنا في القواطع الاماميه ديت، طولنا السنان سنه ورسمنا الرسمه من اول وجديد، وصلنا للنتيجه دي والست بقت مبسوطه جدا. هي عملت فينير بعدها ما كملت شهر او شهرين بتعيد الفينير تاني، بس ليه؟ عشان خطوه صغيره بس اتنست في الاخر خالص واحنا بنلزق العدسات دي.
زي ما قلت لحضرتك لو اي حاجة اتعملت مظبوطة من الاول، من اول التشخيص، التحضير، التصوير بتاع الحاجة دي او المقاسات بتاعتها، التصميم بتاعها، لو اهتمينا كمان حتى باللزق اللي احنا بنلزقه بيها اكيد هنحصل على نتيجة ممتازة جدا، مش هنحتاج نغيرها. حاجة مهمة جدا، احنا كل اللي اتكلمنا فيه ده دور الدكتور او دور المركز او دور العيادة بتاعتنا. طب بعد ما حضرتك بتمشي من عندنا وانت واخد النتيجة المثالية وعضة مظبوطة وشكل مظبوط والوان مظبوطة وكل حاجة مظبوطة، بيجي الدور بتاع الحالة نفسها اللي هو الاهتمام والمحافظة اللي احنا اتكلمنا عليهم، غسيل اسنان مرتين يوميا على الاقل، استخدام الخيط على الاقل مرة واحدة في اليوم كل يوم، ومتابعة دورية مع دكتور السنان. هل لتغيير حاجة او تعديل حاجة؟ اطلاقا، احنا بس بنتأكد ان كل حاجة ماشية تمام. والكلام ده مش عايزين نطبقه على فينيرز بس او تركيبات بس او زراعة بس، احنا عايزين نطبقه على حد مش عامل حتى ولا حشوة واحدة، بس هو الطبيعي بتاعنا الاهتمام ده، الوعي اللي احنا وحضرتك طبعا بتقودنا ان احنا دايما نوجه الناس ليه، الاهتمام دايما بالمتابعة مع طبيب الاسنان في فترة ما تزيدش عن 6 شهور، من 3 ل6 شهور لازم يبقى في متابعة مع دكتور السنان. لكن زي ما بقول لحضرتك فكرة ان الفينيرز تتعمل وتتغير كل شوية، لا، لو اتعملت مظبوطة من أول التشخيص لحد التسليم ولزقها مستحيل إنك تحتاج تغيرها تاني. هل ترى اهتمام الناس باللسة وتقديرهم ليها وصل للمستوى المطلوب ولا لسه؟ للأسف ما بيقدرهاش خالص. ما بيقدرهاش. اللسه ما حدش بيقدرها خالص، يعني بتيجي، أنا المشكلة اللي إحنا بنواجهها لحد دلوقتي يا دكتور أيمن إن بيجي حد هو مش مهتم خالص بأسنانه. جير، بتلاقي طبقات جيريه وتكلسيه رهيبه جدا جدا نتيجه تراكم بكتيريه عليها، نتيجه تراكم طبقه البلاك، هي طبقه رخويه كده بتتكون على الاسنان، دي بتجمع الكالسيوم اللي موجود في اللعاب بتاعنا، يبدا يكون الطبقه الناشفه اللي بتتكون ما بين اللثه والاسنان، تبدا يحصل انحسار في اللثه لان اللثه لازم تبعد عن الاذى ده اللي هو البكتيريا او البواقي الاكل اللي موجوده دي كلها. تيجي تقى الحالة جاية لك عنده التهابات مزمنة في اللثة، واللثة يعني لونها أحمر داكن مدمية، مجرد بس ما بتعمل بهواء أو تلمسه بتلاقي كمية دم فظيعة واسنانه بتتلخلخ وعنده ألم. طب أنت المشكلة دي عندك من اللثة، احنا محتاجين بس جلسات تنظيف ومحتاجين نشتغل على اللثة دي شوية والدنيا هتظبط معاك. لا، أنا بس عندي اسناني هي اللي فيها المشكلة مش اللثة. طب هل الكلام ده مقنع بالنسبة له؟ لا، ممكن يمشي من قدامك ومش مقتنع طبعا إن اللثة هي اللي وصلتنا للكلام ده. بتفاجأ بنفس الشخص 6 شهور سنة بالكتير رجع لك هو بس عنده مجموعة الأسنان دي ومجموعة الأسنان دي وهنا درس وهنا درس وهنا درس، بقوا بيتلخلخوا، بقوا عايمين بسبب المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها، بكتيريا وبواقي أكل اتجمعت عند اللثة. ربنا خلقنا لا إراديا، أي حاجة فينا بتبعد عن الأذى بصورة لا إرادية، فطبيعي إن اللثة نفسها هتبعد عن الأذى ده أو عن البكتيريا دي، هيحصل لها انحصار، تكش العظم اللي تحت اللثة هيبدأ يكش، أصبح الأنسجة الداعمة من عظم وأربطة بقى فيها التهابات وبقى فيها مشاكل أدت للخلخة السنة دي. فالتهابات اللثة اللي الناس ما قدرتهاش في الأول دي أدت لفقد جزئي أو كلي في السنان. فطبعا لا، الناس لسه مش مدركة، بس ده دور حضرتك ودورنا إن احنا بنوعي الناس للنقطة دي. وإحنا بريدونايتس مش كده؟ آه بريدونايتس. بقيت شاطر أنا في تركيز جدا. هروح لي واحنا بنثقف الناس، في ناس بتهد هذه الثقافة اسمهم الفتايين، جمع فتاي. وعملنا لهم نموذج، عملنا صورة مجسمة ليهم، أبو العريف. أبو العريف ده في طب الأسنان معرفش عندكم موجود ولا لا؟ موجود جدا، موجود جدا. ابن خالتي قال لي وابن عمي لا قال لي وانا نفسي انا نفسي بفتي. تعال اسمعك ابو العريف ممكن يمتعنا بايه من افكاره الجليه اللي مليئه بالخرافات، اللي مليئه بالتجليات الهبله المجنونه اللي ممكن تودي ناس في داهيه، لكن موجودين الناس دول في كل مصلحة، في كل مكتب، في كل قاعدة، في كل قهوة، في كل شارع، في كل جروب ماميز، في كل جروب داديز. أي حتة هتلاقي واحد فاهم في كل حاجة، ده واحد منهم. يا بيشة، البلاد الغربية أمريكا وأوروبا بدلوا الاستعمار بتاع زمان بالاستهلاك، بيشتغلونا ببراندات وماركات وتقليع يفضوا بيها جيوبنا والسلام. يعني مثلا فور اكزامبل، زمان كان فيه مثل بيقول اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره، أهو دلوقتي
اللي معاه قرش محيره يروح يعمل هوليود سمايل. ما هو شوية فحم يا باشا من عند أي عطار بخمسة ستة جنيه يعملوا أحلى ابتسامة وأسنان قوية ونصاعة البياض. بقى بدل ما كنا بنقول فلان سنه باسم نقول عامل هوليود سمايل. أهي تقليع والسلام ومضط ولسه يا ما هنشوف. أسوأ أنواع الفتيين هو اللي يبدأ الكلام ده أسوأ الأنواع واختارهم بجملة صحيحة. يعني هو بدأ الأول بالبراندات، والبراندات عند بعض الفلاسفة اللي بيفكروا يعني اللي عندهم فلسفة الحكاية دي ولأني مش بتفق معهم، هي إيه أكبر أغزوبة اخترعها الأغنياء لأخذ فلوس الناس الغلابة. صح، بس ده مش صحيح. لأن اللبس البراند فعلا لبس جيد قيمته موجودة فيه. ده حقيقي، قيمته فيه. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني التيشيرت الأصلي لا بيقعد فترة مع الاستخدام، لا بيبقى كويس. غير التيشيرت التاني اللي مع أول غسلة بيبقى في كل حتة في ناحية بس خالص. فخلينا إيه نقول إن الفكرة دي غلط ونبقى صرحاء فيها، لكن هو بيروج لفكرة تانية كمان. ليه أنا أروح لدكتور تجميل لما ممكن أجيب وصفة من البتاع وأظبط؟ ليه أروح لدكتور يعمل لي تبييض أسنان ولا يعمل لي مش عارف؟ طب أنا ممكن أجيب جهاز تبييض أسنان وأعمله بنفسي. مفيش حاجة اسمها كده. هو والتمن غالي قوي. مفيش حاجة اسمها كده. وهيجي لك تاني بلا ده. ما في بنقابل طبعا الكلام ده، بس مفيش حاجة الحاجات دي كلها طبعا فتي، لأن نتيجتها ضرر على الأسنان أكتر منها نفع. الفحم اللي بيتكلم عنه، أو في كمان كربونات بيقول لك يا دكتور الكربونات ولما مش عارف أعمل بيه أسناني بالفرشة يعمل الأسنان ويبيضها ويفتحها. طبعا كلام غلط مش مظبوط لسبب صغير. حضرتك عملت الموضوع ده وشفت نتيجة هنقول مؤقتة ليه. النتيجة المؤقتة دي نتيجة ايه؟ كل المنتجات دي بتعمل حاجة واحدة. حتى ايفن معجين التبييض اللي بتتباع في الصيدليات بصورة تجارية دي مش حاجة صحيحة. تبييض الأسنان أو تغيير الأسنان لازم يتم في دنتال أوفيس، لازم يتم في مركز أو في عيادة متخصصة للكلام ده، عشان بكل بساطة الدكتور اللي بيعمل الكلام ده هو عارف ايه الإجراء، ايه الأنسجة اللي أنا محتاج أحميها عشان وأنا بعمل التبييض ده أو وأنا بعمل الحاجة دي، ايه اللي محتاج أبعد عنه، ايه اللي محتاج أعمله، ايه اللي هيأذي السنة. الكربون والفحم والكربونات والحاجات الكتير اللي بنسمعها دي هي بتشتغل او بتعمل الاكشن بتاع الصنفرة. فكرة الصنفرة دي ايه؟ هي مادة بتتحط بيقعد يدعك بيها السنان، هي بتصنفر، بتشيل طبقة من المينا اللي بره. الفيديو اللي احنا شايفينه ده اجراء بتاع تبييض الاسنان زي ما حضرتك شايف. واحنا بنعمله احنا بنركب حاجات معينة نحمي بيها الشفة اللي هو الازرق ده، ريتراكتور معين. الجل اللي بنحطه ده ملوش علاقة بالتبييض ده، بس عشان يحمي اللثة بتاعتنا أثناء إجراء التبييض ده. فهل الكلام ده كله هنستعيد عنه بشوية فحم وشوية كربوناته؟ أكيد لا. دي صنفرة بتصنفر في طبقة المينا من بره. طب النتيجة فرحت النهاردة بالنتيجة بتاعتك، ادي لنفسك 4-5 أيام. انت عملت مشكلة أبشع من ده كله خالص، سيبك من الفلوس اللي وفرتها. بكل بساطة انت خليت سطح السنة خشن، حضرتك صنفرته وهو أصلا عامل زي الإزاز ناعم، صنفرته خلاص الإزاز ده هيجمع بصبغات بأسرع من الأول بكتير يا دكتور أيمن. كارثة كارثة كارثة. شنو قلت لك هينفعكم؟ ربنا يكرمك يا أبو الهري، نورت يا دكتور. بنور حضرتك كالعادة. أبدعت وأمتعتني جدا سواء في الحلقة دي أو الحلقة السابقة. أنا دايما سعيد بوجودي مع حضرتك. مجموعة حلقتين مهمين جدا جدا، لازم الناس تتفرج على لو اللي فاتهم حلقة الزراعة يرجعوها كويس جدا، وأكيد استمتعوا النهاردة بالحوار عن التجميل بشكل رائع جدا. ما تحرمش من حضرتك. أبدعت كالعادة. ده والله يا دكتور حضرتك اللي بتطلع أحسن ما فينا. لا لا لا، دائما بتمتعني بأسلوب راقي جدا، اسلوب منظم للغايه، اسلوب هادئ، وعارف اولنا ايه واخرنا ايه، الخطه اللي ماشيين عليها ايه، حتى الخطه العلاجيه باينه جدا في كل كلمه وكل نقله من كلماتنا من جملنا في كل محطات الحوار. وده يمكن اهم كلمه دلوقتي في عالم طب الاسنان، كلمه الخطه العلاجيه وفريق العلاج. فريق العلاج والخطه العلاجيه اكيد. ضيفي العزيز الواحد من سوبر ستارز هذا المجال طبعا، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت استشاري تجميل وزراعه الاسنان، الاسم المتميز في عالم الاسنان، كان في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق في الدكتور. ابعد عن ابو العريف وخليكوا دايما مع المحترفين مع الدكتور. هي السمنه عاده او بمعنى صح عدوى.
سمنة مشكلتها انها تقع خلف باب كبير جدا اسمه المرض الرافد للعلاج. عمليه التكميم ليست هي الحل السحري الوحيد من غير ان انت تهذب حياتك اللي هي المتعلقه بالتغذيه اللايف ستايل. اي نوع من تحويل المسار انت في احتياج الى الفيتامينز، خد فيتاميناتك لان ده الطب المظبوط. وانك انت كده كده كان هيدخلك في امراض كنت هتحتاج مش فيتامينات، تحتاج لمجموعه ادويه كده من ضمنها على فكره الفيتامينات. الريسك دايما الناس بتسال على الريسك، اكيد المريض من اول ما بيقعد معاك بيسالك على ايه اللي ممكن يحصل في العمليه، مضاعفات، كومبليكيشن. سين هو وزن زايد عنده 100 كيلو، لو خس اقل من 50 كيلو يبقى العمليه دي فشلت خلاص، دي محتاجه اعاده اصلاح. طبعا مريض هنا كمان مريض يبقى جاي فعلا حالته النفسيه مش عاديه، حاله نفسيه صعبه، عايز دقه شديده جدا وعايز حرفيه شديده، ولذلك احنا هنتكلم على عمليات الاصلاح كثيرا. الناس اللي عندها سكر من النوع الثاني وعنده شويه وزن اعمل عمليه تحويل مسار. دائما يطلقون عليها في المراجع المقياس الذهبي او الجولدن ستاندرد. ليه بيقولوا عليها ده؟ سؤال مهم جدا، ولمن تصلح له تحويل المسار. دي دباسه الكترونيه يعني تعقيمها هي يعني الكترونيك، لا تقبل ان هي تستخدم في عيان تاني. في نسب معينه من الناس مع عدم المحافظه هيبتدي يحصل فيه ويت ريجين او رجوع للوزن مره ثانيه. احيانا ما بنبقاش عايزين الطفل حتى لو وزنه كبير بزياده ويحتاج لتحويل مسار، بنبقى يعني في اتجاه لتكميم المعده. اجراء جراحه السمنه قرار مهم جدا من القرارات اللي بتغير مسار الانسان في حياته، بعد ما كان حياته كلها موجوده في اطار معين من الاكل ثم الاكل ثم الاكل.